حياكم الله مشاهدينا عبر قناة البلد وحلقة جديدة من برنامج بالبونت العريض. نطالع آخر ما جاء في تطورات المشهد السياسي والشأن الرياضي عبر هذه الحلقة. أهلا بكم، والبداية بالعناوين. من وكالة السودان للأنباء جاء البرهان: الجيش لن يسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة توافق وطني أو انتخابات شفافة. ننتقل إلى صحيفة أخبار اليوم وعنونت: الفريق محمد حمدان دقلو حميتي يصل إلى موسكو. ما جاءنا في وكالات: تنظيم سياسي يفصل قياديا رافق حميتي إلى روسيا. أما ما جاء في صحيفة الجريدة: لجان المقاومة الخرطوم شرك تقترب من إعلان ميثاق سلطة الشعب. صحيفة السودان الدولية: الجنيه السوداني إلى أدنى مستوياته خلال تعاملات يوم الأربعاء. ننتقل إلى صحيفة الانتباه ومنها نقرأ: زيادات في أسعار الوقود وجنيهين لكل لتر رسوم خدمات. ختاما لهذه العناوين ننتقل إلى صحيفة هلالنا: الاجتماع الفني لقمة الأبطال يلتئم اليوم بالقاهرة. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل إلى الجولة التحليلية. حياكم الله مشاهدينا إلى هذه الجولة التحليلية، وزاد أن يصحبني فيها الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد القادر. أهلا ومرحبا. مرحبا عوني، مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناة البلد، وأنا سعيد يعني أن أطل للمرة الأولى عبر هذه القناة التي جاءت إضافة واعية، نعتقد أنها هي لمنظومة القنوات السودانية، وأتمنى أن يكون في بثها صلاح لحال البلد وأن توفق في تقديم السودان بالصورة التي
نريدها والصورة التي يستحقها. نحن أكثر سعادة بانضمامك للاستوديو التحليلي والجولة التحليلية من برنامج بالبونت العريض. نبدأ معك هذه جولة تحليلية من وكالة السودان للأنباء، ومنها نقرأ: البرهان الجيش لن يسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة توافق وطني أو انتخابات شفافة. جاء في تفاصيل الخبر: قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن الجيش لن يسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة توافق وطني أو انتخابات شفافة. ودعا البرهان خلال تفقده لسلاح المدرعات أمس الأربعاء القوى السياسية إلى التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، منبها إلى التحديات والتهديدات التي تحدق بالوطن خلال هذه المرحلة الحرجة. وحث البرهان في كلمة ألقاها أمام قوات المدرعات بمنطقة الشجرة كل من مكونات المجتمع السوداني للتعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد والمحافظة عليها، وثمن التضحيات التي سجلها رجال القوات المسلحة المنتشرون على ربوع الوطن، وقال إن الجيش السوداني يمثل بوتقة تتجسد فيها كل معاني القومية والوحدة الوطنية. سيد محمد عبد القادر، رسالة البرهان في بريد من؟ طبعا هذه الرسالة مصممة لعدة أطراف أو عدة جهات. أنا في تقديري لأنها هي بتجاوب على سؤال محوري ومركزي في الساحة السياسية الآن فيما يلي الخلاف والنزاع حول السلطة وموقف الجيش فيما بعد قرارات 25 أكتوبر. بعد ذلك طبعا حدث كثير جدا من التصعيد، ولكن للأسف الشديد ظلت الأوضاع تراوح مكانها في ظل وجود أزمة سياسية وفي ظل وجود احتقانات معلومة وما زالت مستمرة. ولذلك هذه الرسالة نعتقد أنها هي في البداية هي في 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 في, في بريد الشعب السوداني. الشعب السوداني الآن هو يعني يطرح العديد من الأسئلة فيما يلي ما يمكن أن تسهل عنه المواجهات الموجودة الآن في الشوارع، الخلافات والاحتقانات الماثلة والقائمة بين القوى السياسية وبين العسكر من جهة، حلفاء الأمس يعني المدنيون والعسكر الآن يتنازعون على مسألة السلطة. وأنا أعتقد أنه ده فيه تطمين كبير جدا للمواطنين، لأنه أنا أعتقد البرهان يبحث عن حالة توافق وطني، هذه مسألة جيدة. أصلا الحل في النهاية أنا في تقديري لكل الأزمة الموجودة الآن هي الانتخابات. ولذلك يعني أيما تسليم للسلطة أو تعامل مع السلطة على البلاد، وهذه المسألة أنا يعني يعني تدفع بي للإشارة إلى يمكن مقال مهم جدا كتبه خالد سلك القيادي في قوى الحرية والتغيير وفي حزب المؤتمر السوداني، وهو يتحدث عن انه يعني حاله السيوله الموجوده الان وحاله الكر والفر بين القوات المسلحه وبين المتظاهرين الثوار ستظل مستمره يمكن ما لم يتم الاتفاق على قياده موحده، قياده مدنيه موحدة أو مركز مدني موحد. ودي فيه إشارة لمسألة التوافق، التوافق يعني حتى بين القوى التي تسيطر الآن على الشارع أو تحرك الشارع الآن ما في توافق على القيادة المدنية التي يمكن أن تتسلم الحكم. ولذلك أيما يمكن غياب للجيش عن المشهد في ظل هذه الأوضاع التي تواجه سيولة أمنية كبيرة جدا بتعني انزلاق البلاد في مخاطر الفوضى وفي السيناريوهات الملغومة التي لا نريدها لبلادنا. الرسالة أنا أفتكر أنها برضو كذلك في بريد المجتمع الدولي، لأن يعني المجتمع الدولي الآن يبحث عن سلطة مدنية، يبحث عن سلطة متوافق عليها، يبحث عن سلطة تأتي عبر الانتخابات ويحاول أن يقود المشهد برمته إلى العملية الانتخابية المطلوبة، باعتبار أنه العملية الانتخابية يمكن أن تأتي بقيادة مدنية متوافق عليها. وهذه الرسالة يمكن أن تخفف كذلك حدة الضغط على العسكر وعلى البرهان والقيادة العسكرية الموجودة الآن، باعتبار أنه غياب المدنيين عن المشهد بعد 25 أكتوبر رتب معاناة كبيرة جدا على 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 السودان، باعتبار أنه أو على المجموعة التي تحكم، باعتبار أنه حدثت كثير جدا من العقوبات الدولية في مواجهة هذا الإجراء. وهذه الرسالة نفتكر أنها هي مهمة، لأنه الآن الحكومة بتبحث عن مسارات للانفتاح على المجتمع الدولي بعدما حدث في 25 أكتوبر، والمجتمع الدولي يبحث عن الانتخابات ويبحث عن الدولة المدنية. كذلك هذه الرسالة أنا أعتقد أنه برضو في بريد القوى السياسية، القوى السياسية التي تنازع البرهان على الحكم الآن، هي رسالة مهمة جدا في بريدة بتؤكد أنه الجيش
ما حريص على الحكم، دي مسألة مهمة جدا. الكلام عن تسليم السلطة ده دي مسألة مهمة جدا، لأن الجيش لا يمكن أن يحكم البلاد منفردا، صحيح. والبلاد لابد أن تقودها طبعا قيادة وحكومة مدنية، وده دي رسالة أنا أعتقد أنها هي مهمة جدا، لابد أن تلتقطها القوى السياسية عبر الحرص على تحقيق الوفاق والتوافق الوطني أو المضي إلى تنظيم نفسها للدخول في انتخابات يمكن أن تنتقل عبر السلطة. فالرسالة نحطينا هي ذكية ومصممة وفي اتجاهات متعددة، أراد البرهان أنه يعني يحسم بها الجدل حول السؤال المركزي والجوهري المتعلق بمسألة تسليم الجيش للحكم. نعم، يعني هذه الرسالة مضمونة ومحتواها إن لا بد أن يكون هنالك توافق وطني وأن تكون هنالك انتخابات نزيهة، لكن هل يمكن أن تدخل البلاد فعليا لتحقيق هذه البندين أو الشرطين؟ البلاد ينبغي أن تدخل، ينبغي أن تدخل في مسار الانتخابات أو التوافق الوطني. لأنه كيف يحدث ذلك؟ المخاطر الموجودة الآن، استشعار المخاطر الموجودة الآن، ينبغي أن يقود العقلاء في القوى السياسية إلى يمكن مسارات تحقق التوافق الوطني. التوافق الوطني صحيح لا يمكن يتحقق عبر إجماع، يعني ما بيكون في إجماع على موقف سياسي أو على حكومة محددة، ولكن لابد من يعني استيعاب أكبر قدر من القوى السياسية في برنامج للتوافق الوطني، يعني برنامج حد أدنى، برنامج تتفق فيه القوى السياسية على خارطة الطريق لقيادة الحالة السودانية إلى الانتخابات مثلا، أو إلى تشكيل حكومة بالتوافق تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة. ولذلك ده التوقيت المهم. يعني الآن أنا ما أعتقد أنه يعني هذا التصريح تصريح تعجيزي بقدر ما أنه هو تصريح تحفيزي، يعني تحفيز للقوى السياسية أن تنتقل إلى مربع جديد في التعاطي مع الوضع السياسي، في التعاطي مع العسكر، في التعامل مع مسألة معادلة الحكم من يحكم السودان. أنا أعتقد أنه القوى السياسية بيلزم الآن حالة توافق وطني، على التوافق الوطني ليس من أجل السلطة وحزب، ولكن لابد أن تكون هنالك محددات تحفظ البلاد من الانزلاق نحو المخاطر ونحو الفوضى. ودي السيناريوهات بالمناسبة ما بعيدة، هي موجودة وقريبة، لأنه كل مقومات انهيار الدولة الآن متوفرة في السودان. هذا التشظي الحاصل، القتل في الشوارع، الانفلات الأمني، تعدد الجيوش، دي كلها في النهاية مقدمات سبقت كل التجارب التي أدت إلى انهيار الدول في سوريا وفي في ليبيا أو في المناطق القريبة وفي الصومال وكذا. أنا أعتقد أنه الانتخابات لابد أن تكون هي المخرج الذي يتفق عليه الجميع للتعامل مع الحالة الراهنة. وإذا ما كان هنالك عزم، يعني حتى الفترة الانتقالية فيما قبل 25 أكتوبر إذا صوبت جهدها نحو الانتخابات، أنا أفتكر ما كان بيكون في مشكلة بتاعت خلافات، لكن هي فترة انفردت فيها بعض الأحزاب الصغيرة التي لا تريد، ودي حقيقة بالمناسبة، هنالك قوة سياسية تريد أن تحكم السودان بوضع اليد أو بالقوة الجبرية. وأنا أعتقد أن القوة دي ما عندها أي فرق بينه وبين الجيش، والجيش أفتكر أنه في موقف أفضل باعتبار أن الجيش ده مؤسسة حقة البلد، ومؤسسة هي بالأساس عليها إجماع وعليها توافق من قبل السودانيين. حتى معنا في الفترات الماضية أنه في سودانيين طلعوا بأيدوا الجيش، والجيش هو مسمار النص يعني. صحيح. وأيما يمكن تحول حصل في السودان حدث بموافقة الجيش. الملاحظة، ونحن طبعا في وقت بتكسر فيه التصنيفات، القوى السياسية التي تذهب إلى الجيش وتطلب منه التدخل، وده برضو فيه اختلاف من القوى السياسية بأهمية دور الجيش. ولذلك أنا أفتكر أنه لابد من أن يكون هنالك إحساس أو يكون هنالك فهم بأهمية التوصل إلى التوافق. التوافق ده يقود إلى الانتخابات المطلوبة، لأن المخاطر دي بتحتم على كل القوى السياسية إنها تتعامل بأفق مفتوح، تتعامل بطريقة جديدة. الجيش الآن يريد أن يسلم الحكومة، قال أنه لن يسلم الحكومة إلا لحكومة توافق أو حكومة منتخبة. ولكن سيد محمد، ماذا عن ذهاب البعض إلى أن استحالة وجود هذين الشرطين، التوافق الوطني أو الانتخابات نزيهة، والبرهان يدرك ذلك؟ بعض الجهات تتحدث عن أنه البرهان يمكن يتمسك بشرطين من المستحيل تحققهم في الساحة السياسية. التوافق والانتخابات بالقوى السياسية بقت يعاوني زي الغول والعنقاء والخل الوفي. وأنا أفتكر أن الحكاية دي ما صعبة، يعني ليس صعبا أن يتوافق السودانيون على برنامج حد أدنى يقودهم إلى انتخابات، لأنه أصلا الفترة الانتقالية دي هي مصممة، اتفاقياتها والوثيقة الدستورية يعني التي خرقها الجميع
ويبكي عليها الآن الجميع. وكل التفاهمات مع المجتمع الدولي هي كلها كانت منصبة. بعثة اليوناميت تسمح الأمم كلها هي منصبة هذه الجهود للوصول إلى الانتخابات. فأنا لا أعتقد أن هنالك شرط تعجيزي. يعني في حديث البرهان أول حاجة الإشارة لأنه الجيش يمكن أن يسلم السلطة. هذان الشرطان أنا لاحظت أنه صعب تحققهم صعب لأنه البيئة السياسية الآن أصلا هي كلها مهيئة وممهدة لمسألة الانتقال والتحول الديمقراطي. 25 أكتوبر حدثت لأنه حدث كثير جدا من الأخطاء الناس تابعوها. صحيح ليس هنالك أي مسوق يسمح للجيش بالانفراد بالسلطة، ولكن في ظل، وأنا أحيلك كمان أرجعك برضو للمقالة اللي كتبه خالد سلك، وده كلامه يعني ما كلام فلول ولا كلام محللين، إنه في عدم توافق بين القوى السياسية، ولذلك القوى السياسية هي التي يعني أحدث الثغرات استطاع من خلالها الجيش أن ينفرد أو يحكم بالسلطة. لماذا لا توافق القوى السياسية على إغلاق هذه المنافس؟ لماذا لا تقدم برنامجا وطنيا يستوعب معظم القوى السياسية؟ زي ما قلت لك إنه التوافق الإجماع الكل ده أنا أعتقد إنه ما مطلوب ولا يمكن أن يتوفر، يعني ليس هنالك اتفاق يمكن أن يكون كاملا، ولكن كل المكونات السياسية الآن هي تتحدث. يعني أنا تابعت كل خطابات القادة السياسيين يتحدثون عن المخاطر، يتحدثون عن السيناريوهات المظلمة، يتحدثون عن المصائر المجهولة التي تواجه السودان والسودانيون، ولكن ليس هنالك أي خطوة عملية للتصدي لهذه المخاطر. الخطوة العملية للتصدي لهذه المخاطر بتأتي عبر الاتفاق على برنامج وطني يقود البلاد إلى انتخابات. وبالتالي لماذا لا تتفق القوى السياسية على يعني وضع البرهان أمام الرأي العام والمجتمع الدولي و تحقيق هذان الشرطان؟ ودي مش شروط البرهان، دي حتى شروط الشعب السوداني. الشعب السوداني حينما خرج في للتغيير هو خرج يبحث عن دولة مدنية. صحيح. الدولة المدنية الآن أنا أعتقد أنها هي تعرقل القوى السياسية. تعرقل القوى السياسية. قد نتفق أو نختلف حول تدخل الجيش ما إذا كان انقلابا أو ثورة تصحيحية وما إلى ذلك، ولكن هنالك أسباب قادت إلى هذه الخطوة كانت القوى المدنية. انقسام القوى المدنية برضه يعاوني كان جزء منها، لأنه والحرية التغيير انقسمت إلى قسمين. نعم. فأنا ما أعتقد أنه يعني ده كلام تعجيزي بقدر ما هو كلام واقع لتحفيز القوى السياسية على الاتفاق الاتفاق أو توافق يقود للانتخابات قادمة بإذن الله. رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يعني كثير ما يتحدث عن الانتخابات وكثير ما يتحدث عن أنه لابد من وجود توافق وطني، إلى أي مدى يحسن صورة السودان دوليا؟ طبعا من المؤكد أنه الآن المجتمع الدولي كله، السودان الآن بيعاني من مضاعفات غارة 25 أكتوبر، وبيعاني معاناة كبيرة جدا من تضعضع التجربة المدنية، ويعاني معاناة كبيرة جدا من العرقلة التي حدثت للفترة الانتقالية. وبعد 25 أكتوبر يعاوني تعلم أنه كثير جدا من الجهات وقفت مساعداتها. صحيح. تكون هذه المساعدات يعني ما زالت مثل المساعدة الأمريكية حبر على ورق، ولكن الانفتاح الخارجي الذي حدث تأثر تأثر كبير جدا بالبيئة التي حدثت بعد 25 أكتوبر. ولذلك الآن ودي ملاحظة يا عوني يمكن أن تجر علينا الكثير جدا من الجدل والحديث، ولكن الجانب العسكري يتحدث عن الانتخابات اكثر من المدنيين، ودي مفارقة كبيره جدا في السودان، انه الجيش يتحدث عن الانتخابات والقوى السياسيه تخاف من مزله الانتخابات. يعني مزله الانتخابات دي حينما تحدث السيد الامام الصادق المهدي رحمه الله الذي نفتقد حكمته طبعا في هذه الظروف الصعبه، عندما تحدث عن انتخابات مبكرة قامت الدنيا ولم تقعد، يعني هاجمته القوى السياسية. صحيح. صحيح. كيف لو أن يتحدث عن انتخابات مبكرة؟ طيب إذا ما سد الأفق السياسي ما هو الحل وما هو الخيار؟ ما أنت قدام خيارين، إما انقلاب أو انتخابات مبكرة. رفضوا مقترح السيد الصادق المهدي ورؤيته ووجهة نظره، ووجه الآن بانقلاب جديد إلى وجه الآن بما يسمونه انقلاب عسكري، والجيش انفرد بالسلطة. صحيح. ولذلك أنا أفتكر إنه مسألة الانتخابات وحديث البرهان الإشارة المهمة فيه والرسالة المهمة فيه أنا أعتقد إنها هي للمجتمع الدولي باعتبار إنه المكون العسكري أو الجانب العسكري أكثر حرصا من القوى المدنية على مسألة الانتخابات. نعم. نذهب إلى صحيفة أخبار اليوم سيد محمد، ومنها نقرأ: الفريق محمد حمدان دقلو حميتي يصل إلى موسكو.
جاء في تفاصيل الخبر. وصل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق الأول محمد حمدان دجل أمس إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية، يرافقه كل من وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم ووزير الزراعة والغابات أبو بكر عمر البشرة ووزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود ووزير المعادن محمد بشير عبد الله ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب ورئيس اتحاد الغرف التجارية السيد نادر الهلالي. وكان في وداعه بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف. وتأتي زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق في إطار تبادل الرؤى والتباحثات حول سبل التطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات. سيد محمد، كيف تقرأ هذا الخبر؟ طبعا هذه الزيارة مهمة جدا. أنا أعتقد أنها هي العنوان البارز فيها هي تعزيز التعاون السوداني الروسي. طبعا دي علاقاتنا أعتقد أنها فيها تحالفات سياسية وتحالفات عسكرية، ونحن عندنا اتفاق تعاون عسكري مع روسيا من 2019. وروسيا لاعب مهم جدا في الاقتصاد السوداني باعتبار أنها هي من أكبر المستثمرين في الذهب. وطبيعة الوفد المشكل من وزراء الزراعة والطاقة والنفط والمالية، أنا أعتقد أنها هي طبيعة اقتصادية بحتة، طبيعة اقتصادية بحتة، باعتبار أن التشكيل فيه 6 شخصيات معنية بقضايا الاقتصاد. وروسيا طبعا لديها اتفاقيات تعاون اقتصادية كذلك مع السودان. هذه الاتفاقيات يمكن وصلت إلى مراحل مهمة جدا، ويبدو أنه برضو كذلك مسألة التغيير في السودان هي أبطأ بتنفيذ هذه الاتفاقيات، خاصة بروتوكول التعاون العسكري الموقع من 2019، وده طبعا يعاون مدته 7 سنوات، يمكن انقضت منها نصف هذه المدة. ولذلك هذه الزيارة في طابعها نعتبرها زيارة اقتصادية وزيارة بتعزز من العلاقات السودانية الروسية. ومعروف تماما انه هذه الزيارة كذلك كان اعتقد انها برضو جات لي يعني ازداء الشكر للمواقف الروسية تجاه الحكومة السودانية، خاصة في مرحلة ما بعد 25 أكتوبر. روسيا كانت مساند قوي جدا للفريق البرهان والحكومة التي يمكن تسلمت سدة السلطة في السودان في ظل هجمة دولية كبيرة جدا. روسيا كانت بترى أنه ما حدث في السودان هي عملية انتقال وليست يمكن انقلابا عسكريا. نعم. وتدخلت مع الصين في يمكن اجتماعات مجلس الأمن، وأبطلت كثير جدا من القرارات التي كانت تستهدف معاقبة السودان وقيادات الحكم في السودان، خاصة من جانب العسكري. نعم. ماذا عن توقيت هذه الزيارة في ظل الأجواء المتوترة إقليميا ودوليا؟ التوقيت مهم جدا. نعم. باعتبار أنه الآن في كثير جدا من القضايا المرتبطة على الأقل بتحسين صورة السودان الدولية. نعم. وروسيا لاعب أساسي ولاعب مهم جدا في الخارطة الدولية وحليف قوي وحليف استراتيجي يعاون. طبعا روسيا هي بتزعى لأنها هي السودان يكون بوابة يمكن دخولها في أفريقيا مثل الصين تماما، في ظل تسابق طبعا صين روسي أمريكي على هذه المنطقة. السودان بيوفر يمكن باتفاقياته وبعلاقاته وبحدوده بيوفر بيئة صالحة ومواتية، وبموقعه الجغرافي كذلك الأمن في البحر الأحمر بيوفر أنا أفتكر كثير جدا من الحوافز التي تدفع روسيا للاهتمام بهذه العلاقات. طبعا هنالك كذلك توتر على الصعيد الروسي الأوكراني، التوتر بين روسيا والغرب. وطبعا الرئيس الروسي بوتين أعلن اليوم في خطاب متلفز في الساعات الأولى من الصباح يا عوني أنه القوات الروسية بدأت بالفعل شن هجمات على أوكرانيا. طبعا حتى هذه اللحظة حصل أظن 7 قتلى في 19 مفقود، وروسيا ركزت على ضرب البنية التحتية الأوكرانية. وده طبعا حرب ستفتح المواجهة على مصراعيها بين روسيا والغرب، لأنه كان في تحذيرات كبيرة جدا خلفية احتلال بوتين خصوصا الولايات المتحدة. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية احتلال بوتين يمكن الانفصاليين بتدعم روسيا في منطقتين شرقي أوكرانيا.
العمليات الروسية طبعا هي بتهدف لأنه لأن يضع الجيش الأوكراني أسلحته في هاتين المنطقتين الموجودتين في شرق أوكرانيا، ودي مناطق بيستولوا عليها الآن انفصاليين في شرق أوكرانيا بتدعمهم روسيا. ولذلك روسيا كذلك هي حريصة جدا على استقطاب دعم الدول العربية تحديدا، لأنه المعسكر الغربي أنا أعتقد أنه هو كله منقاد للولايات المتحدة الأمريكية، عندها تأثير كذلك برضو على الدول العربية، والسودان بمواقفه يمكن أن يشكل إسناد أنا أعتقد أنه دبلوماسي لروسيا في مواجهتها المفتوحة مع الغرب. نعم. سيد محمد، إذا ما ربطنا العلاقات حاليا العلاقات السودانية مع الولايات المتحدة وأيضا العلاقة حاليا في هذه الزيارة في ظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا وهذه الحرب التي شنت، ما موقف أمريكا تجاه السودان؟ أنا أعتقد أنه برضو طبعا هي الزيارة كذلك ما بتنفصل عن يعني حالة الاستقطاب الدولي السودان بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن الاتفاقيات الروسية مع السودان أو العلاقات السودان الروسية يعني لا ترد الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية بتزعى إلى كثير جدا من المفاتيح لعبة المواجهة الدولية في عبر أمن البحر الأحمر وفي السودان وعبر السودان، ولديها كثير جدا من المطامع الاقتصادية كذلك في السودان والتي يمكن أن تكون يعني الآن بحوزة الجانب الروسي. ولذلك السودان يمكن ما استفاد كثير يا عوني من حالة يعني رغبة أمريكا وروسيا في ذات التوقيت في أن تكون هنالك علاقة مميزة بين الطرفين، لكن المواقف الروسية أنا أعتقد أنها هي أفضل دائما، المواقف الروسية أوضح دائما، وهذه المزايا لا تزعج الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا. ولذلك أنا أعتقد أن السودان يحتاج أن يبحث عن مصالح الدولة التي يمكن أن تحقق لك المصالح أنت لابد أن تبرم معها اتفاقيات، والسودان عليه أن يستفيد من هذا الوضع الذي يجعله يعني محط أنظار الدول التي تتسابق الآن على أفريقيا وروسيا والصين وأمريكا. والدبلوماسية الأمريكية نعتقد أنها هي ينبغي أن تعيد النظر في كثير جدا من توجهاتها تجاه السودان، لأنها بتتعامل مع السودان بسياسة العصا فقط، استخدمت العصا والجزرة كثيرا، ولكن الآن تتعامل بسياسة العصا وفي الحديث عن العقوبات والحديث عن الوصاية، ويمكن في كثير جدا من المشروعات التي قطعت الطريق أمام روسيا لمعاقبة السودان ومحاسبة المسؤولين في السودان. لذلك روسيا الآن الأغرب، وهذا الأمر يغلق الولايات المتحدة الأمريكية. أنت تعلم كذلك أنه في عهد الرئيس المعزول عمر البشير كان قد زار روسيا وطلبها صراحة بالحماية من واشنطن، ولذلك هذه الزيارة يمكن أن يعني تثير حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن يعني تؤدي إلى كثير جدا من الفتوحات الاقتصادية والفتوحات السياسية بين السودان وروسيا وتمتن العلاقات. وأنا أعتقد أن السودان الآن ينبغي أن يبحث عن مصالحه في ظل تسابق أمريكي روسي لخطف أو الاحتفاظ بود السودان بالتواصل مع السودان، لأن السودان فيه كثير جدا من المحفزات الأمنية والاقتصادية والتجارية والسياسية. لا بد أن السودان يستغل هذه يستغل هذا التسابق، نعم، يعزز العلاقات بما يخدم ويفيد مصالح في الوضع الراهن. نعم. صحيح. سيد محمد، علينا نخرج فاصل ثمان دقائق. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، أكيد متواصلين معكم في هذا التحليل، بعد هذا الفاصل نواصل ما تبقى من تحليل هذه الأخبار، ابقوا معنا. تحية لكم مشاهدينا من جديد، لكل الناس اللي انضمت لنا عبر قناة البلد، ومتواصل معكم في هذا التحليل، وما زلنا في موسكو. نذهب إلى وكالات ومنها نقرأ: تنظيم سياسي يفصل قيادي رافق حميتي إلى روسيا. جاء في تفاصيل الخبر: فصل التجمع الاتحادي أحد أبرز مكونات تحالف الحرية وتغيير الأربعاء القيادي نادر الهلالي من عضوية التجمع لمخالفة اللوائح المنظمة لعمله
وعضويته. وفي وقت سابق وصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقل حميتي إلى موسكو يوم الأربعاء في زيارة رسمية يرافقه فيها عدد من وزراء الحكومة، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية السيد نادر الهلالي. وقال التجمع الاتحادي في بيان أنه بحسب صحيفة سودان تربيون أنه يعمل ككتلة ثورية فاعلة ولن يتراجع عن مواقفه المعلنة، ويواصل مسيرته من أجل بناء الدولة السودانية الديمقراطية كتفا بكتف مع كل شرفاء الشعب. وأكد أن تصديه للديكتاتوريات لم يبدأ مع نظام 30 من يونيو ولم ينتهي بعد سقوطه، وقال سنمضي جميعا لكن مبدئي المشروع الاتحادي لن تتغير. وتابع بناء على ما تقدم نعلن عن فصل نادر عبد العزيز الهلالي عن عضوية التجمع الاتحادي لمخالفته الواضحة للخط السياسي للتجمع الاتحادي ومخالفة اللوائح المنظمة لعمله وعضويته. سيد محمد، يعني زيارة حميتي إلى روسيا نائب مجلس السيادة، هذه من منتجاتها وهذه من تبعياتها؟ هذا قرار متعجل ومتسرع وبيشير لأنه في حالة تخبط وحالة انقسام وحالة خلافات داخل التجمع الاتحادي. التجمع الاتحادي طبعا هو من الأحزاب التي اصطلح على تسميتها في الساحة السياسية بأربعة طويلة، وهم من الأحزاب التي يمكن أدت مواقفها أو طريقتها في التعاطي مع الشأن العام إلى أن تكون خارج السلطة الآن، لأنه كانت متحكمة في مرحلة ما بعد ما قبل 25 أكتوبر. ويبدو أنه في حالة غضب أو في حالة عدم ارتياح للعناصر التي ما زالت تعمل في السياسية والواجهات النقابية بعد 25 أكتوبر. ولكن تقدير الشخصي أنه نادر الهلالي، السيد نادر الهلالي هو رئيس الغرفة التجارية، ده تنظيم ما تنظيم سياسي، يعني دي واجهة مهنية، ويمكن وجوده أو مهنته كرجل أعمال هي التي دفعت به إلى هذا الموقع. وصحيح أنه كان يمكن أن يعني هو ممكن يكون منتمي للتجمع الاتحادي، ولكن لا أعتقد أنه تسييس الغرفة أو تسييس العمل في الغرفة يمكن أن يكون واحد من الخيارات المفيدة بالنسبة للغرفة التجارية وبالنسبة للذين وثقوا في نادر ودفعوا به إلى هذا الموقع. ولطالما هنالك مصلحة اقتصادية يمكن تتحقق للبلد ولرجال الأعمال السوداني من خلال زيارة نادر لروسيا، فما العيب في ذلك؟ الناس حبوا يفرقوا بين الخلافات والانتماءات السياسية الضيقة وبين العلاقات المهنية المبنية على ارتباطات بواجهات ليست سياسية في المقام الأول. الجهة التي يمثلها نادر الهلالي ليست سياسية. المسألة الأخرى يعني قد تكون الزيارة هي التي يعني القشة التي غصم ظهر البعير، ولكن لم يكن وجود نادر أساسا على رأس هذه الغرفة منذ البداية. فهو مخالف للوائح التجمع الاتحادي باعتبار أنه هذا التجمع ينبغي أن ينظر إلى الأمور من منظور وطني وليس منظور حزبي محدود، لأنه نادر العبيد أو نادر الهلالي عفوا ظل بعد 25 أكتوبر مستمرا في هذا الموقع. لماذا لم يتخذ تجمع الاتحاديين موقفا من التعامل مع عضويته؟ وقد يفصل من عضويته ويكون مستمرا في هذا الموقع باعتبار أنه هذا الموقع ليس مخصصا للحزب. ولذلك نفتكر ده غار فيه كثير جدا من المماحكات والمكايدات السياسية، قرار غير ناضج، ما فيه أي إحساس بالبعد الوطني، بيشير إلى وجود مشكلات وأزمات داخل التجمع الاتحادي أكثر مما يشير إلى وجود يعني حزب متماسك ولديه غارات نفز على عضويته. طيب كيف يقرأ محمد عبد القادر عن أحزابنا السياسية ما بين المصلحة الشخصية أو مصلحة الحزب ومصلحة الوطن؟ هذا ما كنا نتحدث عنه، لأنه أنا أعتقد أنه طالما استمر هذا يعني نادر الهلالي في موقعه بعد 25 أكتوبر، أنا أعتقد أنه دي قناعات تستند أنا في تقديري على تأدية الأمانة المهنية، لأنه هذه الواجهة ليست واجهة سياسية وليست واجهة حزبية. ولذلك التدخل السياسي في مثل كذا شأن مهني يمكن أن يضر كثيرا، ودي مزولة من الحياة خلت الواجهات حتى الواجهات النقابية كلها واجهات مسيسة لا تخدم قضايا المهنة ولا تخدم قضايا منتسبي المهنة بقدر ما إنها هي تخدم قضايا واجهات سياسية
هذه الواجهات تحولت إلى منظومات أو إلى أجسام سياسية، وأنا أفتكر أنه ده ضد المصلحة الوطنية وضد مصلحة البلد، وده الأبطأ كثيرا بمسألة المهنية التي غابت عن كل شيء في مرحلة ما قبل 25 أكتوبر. نذهب بك إلى صحيفة الجريدة ومنها نقرأ: لجان المقاومة بالخرطوم شرق تقترب من إعلان ميثاق سلطة الشعب. جاء في تفاصيل الخبر: كشفت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق أمس الأربعاء عن إعلان مرتقب لميثاق تأسيس سلطة الشعب. جاء ذلك في تعميم صحفي، وقالت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم إن الخطوة تأتي لوضع حد لسيناريوهات تصفية الثورة وتضحياتها الجسام، وأضاف: هذا ما توافقنا عليه مع شهدائنا وجرحانا ومفقودينا ورفقائنا القابعين في الزنازين. سيد محمد، رأيك في الخطوة وما هو أثرها على المشهد السياسي الراهن؟ هي الملول الخطوة، طبعا أنا في تقديري أن هي لجان المقاومة لديها وجود مقدر في الشارع السوداني ولديها صوت عالي جدا، ولكن أنا في تقديري أنه يعني هنالك ضياع لخارطة الطريق حول الأدوار التي يمكن أن تقوم بها هذه اللجان، لأنه مثل هذه الخطوة أنا في تقديري أنها يمكن أن ترسخ من الانقسام الموجود في الشارع السوداني، من الانقسام الموجود في المشهد السوداني، لأنه ما في مرجعية توافقية لكل لجان المقاومة فيما يلي مسألة سلطة الشعب. الآن دي من صغيرة لجان المقاومة في الخرطوم شرق، هناك كثير جدا من لجان المقاومة الموجودة داخل الخرطوم كذلك عندها رؤية وعندها وجهة نظر في مسألة سلطة الشعب ووسائل تحقيق هذه السلطة. كذلك واضح جدا انه في خلافات موجودة داخل لجان المقاومة فيما يلي هذه الجزئية تحديدا. الحديث عن الحفاظ على الثورة انا اعتقد انه هو مهم جدا، الحفاظ على التغيير مهم جدا، ولكن لابد من انتهاج وسائل يعني أكثر تحديدا وأكثر دقة في تسمية سلطة الشعب، وكيف يمكن أن تدير هذه السلطة البلاد بدون منظومات أمنية، بدون منظومات واجهات تنفيذية، بدون حواضن سياسية. هذه كلها أسئلة ينبغي أن تكون موجودة لدى لجان المقاومة التي تسعى إلى تغنين سلطة الشعب عبر البيانات، ولكن على الصعيد العملي وعلى الصعيد الميداني أنا أعتقد أن هذه الأفكار ينقصها الكثير. صحيح في حماس عند هؤلاء الشباب، حماس مقدر، هنالك عهد والتزام تجاه شهداء نترحم عليهم، هنالك حسرة وحزن كبير جدا على ضياع الثورة بواسطة أطراف سياسية قفزت يمكن في مركب الثورة بليل وأدت إلى يعني حدوث ما يواجهه الثوار الآن، ولكن هذه المسألة أيضا بتقتضي أن يكون في تفكير عميق في الوسائل التي يمكن أن تحقق سلطة الشعب بعيدا عن الانقسام، بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن التضارب الرؤى وتضارب وجهات النظر بين كتل ولجان المقاومة، علما بأن هنالك كذلك أجسام أخرى، أجسام ثورية أخرى موجودة في الشارع. هذه أيضا يا عوني من الأجسام التي تبحث عن حالة توافق. نذهب بك سيد محمد إلى صحيفة السوداني الدولية ومنها نقرأ: الجنيه السوداني إلى أدنى مستوياته خلال تعاملات اليوم الخميس. جاء في تفاصيل الخبر: تراجع الجنيه السوداني إلى أدنى مستوياته التاريخية في السوق الموازية أمس الأربعاء وسط تخبط كبير لدى تجار العملة، وجاء ارتفاع أسعار العملات الكبيرة عقب ساعات من تصريحات لوزير المالية ينتقد فيها سياسة البنك المركزي، وقفزت أسعار الدولار إلى أعلى مستوى غير مسبوق منذ سنوات على الرغم من استمرار البنك المركزي برفض السوق المصرفي بالنقد الأجنبي. سيد محمد، رأيك في تدهور المريع للجنيه السوداني مقابل العملات؟ طبعا دي حاجة مؤسفة جدا، الجنيه السوداني فقد يمكن يعني بسرعة وبنزيف مستمر وبنزيف متواصل يعني وصل إلى درك سحيق جدا من الهبوط، باعتبار أنه
خلال الساعات الماضية وخلال اليومين الماضيين وصل الدولار إلى 530 جنيه، ونعتقد دي كارثة كبيرة جدا يا عوني. ما أعتقد أنها هي حتى الآن يعني تجد الاهتمام اللازم من الجهات المختصة. يمكن ده سعر الجنيه فقد في ساعات قيمته 8 مرات يا عوني، وده حدث أنا أفتكر أنه يمكن أن تعلن له حالة الطوارئ بالمناسبة، حالة الطوارئ الاقتصادية، وأن تنعقد اللجان ويكون هنالك اهتمام من قبل الجهاز التنفيذي ومن قبل مجلس السيادة. ولكن ظل الجنيه السوداني يواصل هذا التدهور وهذا التراجع دون أن يكون هنالك أدنى إحساس من قبل القائمين على الأمر بوجود خطر ما، علما بأن هذه الزيادة انعكست سريعا على الـ على الـ على الأوضاع في الأسواق. هنالك ارتفاع الآن في كل الأسعار، صحيح. في كل الأسعار، أو ده ارتفاع طبعا، ده الارتفاع بتاع أسعار شهر رمضان يا عوني، ده ارتفاع كده طارئ، ارتفاع رتبوا الهبوط المفاجئ لقيمة عملتنا الوطنية وقيمة الجنيه السوداني تجاه الدولار. ودخلت البلاد أنا أفتكر إنها هي في حالة كساد وفي حالة صدمة، لأنه الأسعار وصلت أرقام قياسية لا يمكن للأسواق ولا يمكن للتجار أن يعملوا في ظل وجود دولار ب 530 جنيه. والأخطر من هذا الأمر أن الحبل ما زال على الجدار، وأنه دي من نهاية هذا التدهور. الواضح جدا أنه الآن نحن ما عندنا أي سياسات اقتصادية، بنك السودان ما عنده أي سياسات يمكن من خلالها أنه يتدخل لتوفير العملة. طبعا ما عندنا صادر، عندنا مشاكل كبيرة جدا في الفترة الماضية، الصدر بتاعنا تأثر وتراجع جدا. السياسات بنك السودان التي هاجمها حتى وزير المالية. أنا أعتقد أنها هي برضو بترسخ لكثير جدا من التشوهات التي حدثت في سعر الصرف. ما زالت الوسائل التي تتعامل بها سلطات بنك السودان والجهات المالية والاقتصادية في السودان وسائل لنا في تقدير أنها هي عميقة ومكررة وتم تجريبها أكثر من مرة دون أن يكون هنالك أي تقدم فيما يلي مسألة معالجة. صحيح نحن نتكلم عن أنه على المدى البعيد يا عوني حالة الدولار بتتحسن بحالة الاقتصاد بالإكثار من الإنتاج بالصادرات، صحيح. ده كلام نحن قاعد نقوله كثير، ولكن في ظل الظروف الماسلة أنا أعتقد أنه الاقتصاد ده هو علم البدائل، هو العلم الذي يمكن أن تستنبط من خلاله كثير جدا من النظريات والتفكير خارج الصندوق، بحيث أنك أنت الآن ينبغي لا تكبر الإجراءات التي اتخذتها الإنغاز والإجراءات التي تم اتخاذها. حتى هذه الإجراءات لم تتغير، السياسة المالية أو السياسة المالية لم تتغير، يعني لم يطلها التغيير. أنا أعتقد أنه البلاد مقدمة على كارثة حقيقية بفعل التصاعد المجنون. طيب سيد محمد، يعني إذا وضعنا في عين الاعتبار يعني الزيادات الحالية للدولار في ظل كان استقرار طويل المدى في الفترة السابقة، ما المسببات يعني؟ حتى الاستقرار ده يا عوني أنا بفتكر إنه هو الاستقرار ده مش لأنه حصل استقرار في سعر الصرف، لأنه ما في رغبة، ركود، ده ركود جداً. يعني ما في رغبة في إنك أنت تمشي تشتري دولار أنت عشان تجيبه وشنو، عشان تبيعه بكم، عشان تبيعه لمنو، ما دي كلها أسئلة، صحيح. لأنه إذا كان الآن في أسعار أسعار الملبوسات الآن تجاوزت الـ 12 و 15 ألف في السوق، يعني من يصدق هذا؟ هنالك عرض ولكن ليس هنالك حدث طلب. ما في يعني في عرض وما في طلب وما في إقبال، وحالة الكساد الموجودة الآن دي حتتواصل، لأنه كل ما غليت الأسعار كل ما أحجم المواطن، لأن المواطن برضو دخله محدود ودخله محدود، صحيح. والمواطن أيضا ملاحق بكثير جدا من الفواتير. يعني أنت إذا عايز عندك أسرة متوسطة عايز تشتري لها حليب في الشهر، طبعا في حاجات الناس خلوها، يعني انت عايز ديك 30,000، انت عايز ديك كهرباء لأسرة متوسطة حتى الحاجات الأساسية ذاتها الناس بدأت تتنازل عن بعض، يعني ده غير المدارس وغير وغير غير الصحة. يعني برضه انت اذا مشيت المستشفيات دي قبل ايام كان في تطور خطير جدا، يعني بعض المرضى بيجوا يطلعوا المرضى، يعني زي المرضى بيجوا يطلعوا العيانين من المستشفيات لانه ما قادرين يقابلوا الفواتير العاليه دي المستشفيات الحكوميه، صحيح. فطبعا المزايا دي تدخل
المجلس السيادي وألغى هذه الزيادات. ولكن طبعا حتى تجاربنا مع المجلس السيادي في مزالة الكهرباء ما بتخلينا متفائلين بأنه هذه الزيادات لن تعود مرة أخرى. كذلك دكتور جبريل برضه يتحمل مسؤوليته فيما يلي: مسألة زيادة الرسوم، زيادة الخدمات، زيادة الأسعار. دي برضو احنا عندنا يعني ما قاعد يكون عندنا تخطيط اقتصادي. وزير الماليه بيجي بيشتغل وزير الماليه وهي اسمها وزاره الماليه والتخطيط الاقتصادي. يعني احنا قاعد نعكس الايه اللي هو وزير الماليه ده بيجي بعد التخطيط. التخطيط هو بيخطط لك السياسات الماليه وبيخطط لك السياسات الاقتصاديه، سياسات بنك السودان. كده نحن بنجي ننفذ بدون سياسات. والتخبط ده واضح جدا هو الذي غاد البلاد الان الى انه انا افتكر انه الان الاقتصاد السوداني في الانعاش. ودي مرحلة غير مسبوقة وتنزل بكوادر كثيرة جدا إذا لم ينتبه القائمون على أمر هذه البلاد للتصدي للتدهور المتواصل والمريع في أسعار الجنيه السوداني. نعم، من زيادة العملات الأجنبية نذهب إلى صحيفة الانتباه وأيضا زيادة أخرى في أسعار الوقود، ومنها نقرأ زيادات في أسعار الوقود في جنيهين لكل لتر رسوم خدمات. جاء في تفاصيل الخبر عقب تنفيذ وزارة الطاقة والنفط قبل نحو أسبوعين زيادات مفاجئة على الوقود بنسبة بلغت 20%. أثارت تلك الزيادات موجة من الاستياء وسط قطاع واسع من المستهلكين، إلا أن الزيادات التي رفعت سعر لتر البنزين إلى 415 جنيه والجازولين إلى 407 جنيه لم تستقر عند هذا الحد، بل صدر قرارا جديدا انضم إلى سابق بإضافة جنيهين لكل لتر من الوقود، عبارة عن رسوم خدمات، لكن بعض المحطات رفعتها إلى 5 جنيهات. ووفقا للزيادات الجديدة بلغ سعر جالون البنزين 1868 جنيها عوضا عن 1640 جنيه، كما قفز سعر جالون الجازولين إلى 1831 جنيه بدلا عن 1561 جنيه. وتعتبر هذه الزيادات الأخيرة هي الثالثة منذ بدء رفع الدعم عن المحروقات في العام 2020، حيث تأثرت قطاعات أساسية وأثرت بدورها على زيادة أسعار السلع والترحيل والمواصلات العامة. سيد محمد، رأيك في الزيادات المتواصلة في أسعار الوقود؟ ده طبعا استمرار لحالة الفوضى الموجودة في تحديد الأسعار. يعني هذا يعني على أي مرجعية استند هذا القرار في تحديد هذه الرسوم على الجازولين والبنزين على الوقود يعني تحديدا؟ لأنه أنا أعتقد أنه الزيادة دي ما ظنها دستورية، ما ظنها قانونية، ما ظنها قانونية، ما بنقول دستورية بل ما فيها دستور، لكن ما قانونية. الزيادة ما قانونية لأنه الآن ما في أجسام تشريعية يمكن أن تجيز مثل هذه الزيادات. بعض المشرعين وبعض المتنفذين يتعاملون مع هذه القرارات باعتبار أنه الشعب السوداني ده أو هو بيدير بغالة أو بيدير شركة بتخصه، بعيد عن المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني. هو أصلا يعني البنزين بأكثر من 1830 كان ولا وستين. يعني ما الداعي لإدخال زيادات جديدة؟ المزايا دي أول حاجة بتوريك استهانة القائمين على الأمر بالمواطن. وأنا كنت أتمنى إنه المليونات اللي قاعدة تطلع في الشارع تطلع للبنزين وللكهرباء وللوقود، كان حلت مشكلة. ضغوط المعيشة بشكل. ضغوط المعيشية. في استهانة كبيرة جدا بالمواطن، في عدم تقدير للحالة التي يعيشها المواطن. أي جهات بتحاول تحل مشكلتها من جيب المواطن. يعني دي زيادة أنا أعتقد إنها فيها أنانية وفيها انتهازية وفيها قسوة شديدة جدا، إنك أنت تمد يدك لجيب المواطن وأنت سلطة عشان تشيل منه 2 جنيه أو 5 جنيه للخدمات. مثلا في ولايه الخرطوم هي وين الخدمات؟ يعني الان ماذا تقدم ولايه الخرطوم؟ ماذا تقدم الولايه؟ ماذا تقدم الدوله؟ وماذا تقدم الحكومه الان للمواطن عشان يكون في رسوم بتاعه خدمات؟ يعني هي دعم شنو؟ انت زي ما حضرت الاقتصاد، زي ما حضرت على الوقود، انت كحكومه قوم بواجباتك، ولكن ما تضع دائما يدك في جيب المواطن عشان تحل مشاكل الحكومه. تتعامل مع المواطن كمورد من موارد المواطن، مورد او كمصدر للجبايه. صحيح. فقط. وانا افتكر انه اذا كان احنا عندنا جمعيه بتاعت حمايه المستهلك، وانا داير احيي اخونا الدكتور ياسر مرغني والدكتور شلقامي، انا افتكر انه في كثير جدا من القرارات التي صدرت في الاونه الاخيره دي بتنتهك حقوق المستهلك. صحيح.
ولا بد أن يكون في تحريك لي. أول حاجة لازم نتأكد من قانونية هذه، من الذي نعم. أجاز، من نعم. الذي أجاز هذه نعم. الزيادة؟ ده قلع يا عون. صحيح أفتكر. صحيح نعم. صحيح. سيد محمد عبد الغادر، نختم هذه الجولة من صحيفة هلالنا، وجاء فيها الاجتماع الفني لقمة الأبطال يلتئم اليوم بالقاهرة. جاء في تفاصيل الخبر تقرر عقد الاجتماع الفني لمباراة القمة بين الهلال والمريخ والمقرر لها يوم غد الجمعة نهار الخميس، وسيحضر الاجتماع مندوب الهلال ومندوب المريخ، وسيتم خلال الاجتماع وضع الترتيبات الختامية للمواجهة بحضور المراقب والمنسق الألماني. إلى ذلك أوضح سفير السودان بالقاهرة محمد الياس محمد أن أبواب السفارة مفتوحة لنادي الهلال والمريخ في أي وقت، وأشار الياس إلى أن الناديين لهما جماهيرية كبيرة ولكن لن يجد الجميع حظهم من الحضور في ظل الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأضاف نأمل من محبي فريق القمة إدراك ذلك الأمر. وقد يلتقي الهلال والمريخ بملعب السلام في القاهرة ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لأبطال إفريقيا. سيد محمد، بدأت اهتمامات العشاق من الناديين مبكرا حول لقاء القمة التاريخي هذه المرة في القاهرة وقاهرة المعز، لكن بداية دخول الجماهير خاصة هنالك جالية سودانية كبيرة كما تعلم في مصر أكثر من 5 مليون، هل ستكون الأبواب مفتوحة لهم؟ طبعا وفقا للضوابط، المزادية مرتبطة بضوابط الاتحاد الأفريقي ومرتبطة ب ضوابط الاتحاد الوضع المصري كذلك في الحسبان يعني. ويمكن كلام السيد السفير بيشير فعلا الى انه لن تكون هذه المباراه متاحه لكل الجماهير. صحيح. وانا علمت طبعا، انا بتعامل مع شان الرياضه ده كمشجع يا عون، يعني ما محل الرياضه، لكن انه في 500 بطاقه متفرج مخصصه لكل فريق، ولكن اعتقد انه هذه المساله ينبغي ان يتم تفهمها من قبل الجماهير السودانيه. نعم. وتظل هلال مريخ طبعا هي مباراه منتظره ومباراه يمكن بتكتسب هذه المرة تحديدا في العاصمة المصرية. من واقع البطولة، من واقع موقف الفريقين كذلك في دوري المجموعات. نحن فرقنا كل فريق عنده نقطة حتى الآن، وأنا أعتقد أنه لا بد أن يكون هنالك منتصر في هذه المباراة. نعم. أيما يعني فريق انتصر، أنا أفتكر أنه دي ميزة. صحيح. أو مكسب للسودان أو حجز لبطاقة السودان في دوري المجموعات. نعم. ولكن هذا لا يمنعني من قول أنه أنا أتمناه هلالية. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. طيب، في ظل الوضع الصحي بشكل عام والمريخ هو يعني صاحب الاستضافة، هل يعني يمكن أن يزيد أو يطلب بزيادة وترفض هذه الزيادة للمقعد؟ ما أعتقد أنه لأنه المزايا دي، وطبعا الاجتماع اليوم ممكن يحدد كثير جدا من الضوابط، ولكن من واقع التصريحات التي أدلى بها سفير السودان في القاهرة، أنا أعتقد المزايا دي هي محكومة بضوابط الاتحاد الأفريقي، باعتبار أنه هذه بطولة تابعة للكاف، وكذلك يعني إجراءات وتدابير الداخل المصري برضو ممكن تكون مستصحبة ومستوعبة في الترتيبات النهائية لهذه المباراة. المهم هي بجمهور بدون جمهور يا عوني، نحن نتمنى إنه الفريقين يؤدوا مباراة تليق بالهلال والمريخ وبالكرة السودانية. نعم. ما على لعبتنا في الهلال؟ والله الهلال أنا أعتقد إنه أدى مباراة ممتازة جدا أمام صن داونز، وهذه المباراة كان ينقصها فقط التسجيل رغم أنه هو هدد مرمى الخصم في كثير من المرات. نحن محتاجين للتركيز على الأهداف، زيادة الغلة الهجومية أنا أفتكر أنه مهمة جدا، الدفع بعناصر تعرف طريقة للشباك جيدا، لأنه الهلال الآن فيه تنظيم وفيه ترتيب وفيه خطوط مترابطة جدا، ولكن نحن عندنا مشكلة أساسية في التهديف، خاصة لما يكون محمد عبد الرحمن ما موجود. ياسر المزمل يعول عليه كثير جدا كذلك في هجوم الهلال، وانا اتمنى ان الهلال يتعامل بمسؤوليه. انا قريت امبارح تصريح لقيادي في نادي الهلال انه التعادل ما مطلوب في هذه المباراه، ولن يكون خيارا للهلال. الهلال لابد ان يفوز في هذه المباراه. شكرا لك، ونتمناه الهلال باذن الله. باذن الله. شكرا لك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد القادر على هذا التحليل، حياك الله. شكرا جزيلا. تحيه لك. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعه، كانت هذه الحلقه من بلبونت العريض، استعرضنا فيها مجموعه من الاخبار التي اتت بها الصحف السودانيه الصادره لهذا اليوم. دمتم في امان الله، الى اللقاء.